هذا أكثر لاعب في العالم كان يكره كريستيانو رونالدو، وكان هذا اللاعب كل مرة لما يلعب مع كريستيانو رونالدو كان يحاول إنه يكسره. فمثل ما شايفين كريستيانو وهذا اللاعب عم بيضربوا بعض، لأنه هذا اللاعب ما احترم كريستيانو أبدا وعطول عطول كان يغلط عليه. فهون كريستيانو عصب كتير كتير من هذا اللاعب وقرر بالنهاية انه ينتقم منه شر انتقام. والصراحة صراحة بس تعرفوا شو صار بنهاية الفيديو، عن جد رح تتفاجئوا كتير. واصدقائي قبل ما اكمل هذا الفيديو بدي اطلب منكم طلب، هو لا لايك ولا اشتراك، بس شغلة صغيرة كتير انه تفعلوا جرس التنبيهات بقناتي، لان عم بعمل فيديوهات كتير واغلبكم ما عم بيشوفها بصراحة. وفي حال انه فعلتوا جرس التنبيهات بقناتي اي فيديو بنزله جديد فورا بيوصلكم. ويلي ما بيعرف رعلمه، يلي عليك تسوي انه تدخل على قناتي هي نفسها اللي عم تشوف منها الفيديو، تحت صورتي موجود جرس، تضغط على الكل، فهو لما بتضغط على الكل بيوصلك اي فيديو بنزله جديد. وبتمنى منكم عن جد انه تفعلوا الجرس. وكمان اصدقائي في شغلة بدي اخبركم عنها قبل ما انسى، وهي انه بدي وزع هدايا للمشتركين عندي بالقناة، بس بشرط واحد، انه هذا الفيديو يجيب اقل شيء 10,000 لايك. وكمان شغلة رح اعطي هدايا لاكثر الاشخاص عندي بالقناة عم يتفاعلوا على فيديوهاتي، انعملوا مثلا لايك اشتراك، فعلوا جرس التنبيهات بقناتي، كتبوا كتير تعليقات مثلا على هذا الفيديو، رح اعطيهم هدايا. رح شوف همتكم بهذا الفيديو، رح راقب كل التعليقات. فاكيد اصدقائي اغلبكم بحبوا لكريستيانو رونالدو، لانه معروف كريستيانو رونالدو من اكثر الاشخاص يلي فيه انسانية، لأنه كريستيانو شخص طيب وهو معروف أفضل لاعب في العالم، ولهذا السبب أغلب اللاعبين بيكرهوه كتير. وكمان لأنه معروف كريستيانو رونالدو من أكثر اللاعبين في العالم يلي حقق ألقاب وأهداف كتير، وكمان لأنه من أكثر اللاعبين في العالم يلي حصل على كرات ذهبية وجوائز كتير، ولهذا السبب أغلب اللاعبين في العالم بيكرهوه كتير. فهلأ أصدقائي ما رح طول عليكم كتير، شوفوا كريستيانو كيف انتقم من هذا اللاعب. وبالنهاية بدي أسألكم سؤال، مين أكثر لاعب بتحبوه، كريستيانو أو ميسي؟ اكتبولي بصراحة.